أهلا بيكم في حدوتة جديدة ومن فيلم جديد. حدوتتنا النهاردة من فيلم اسمه Toy Story 1 أو حكاية لعبة الجزء الأول. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك، شير للفيديو، سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وده طبعا بيساعدنا جدا علشان نقدم دايما المحتوى اللي ينال إعجابكم. بيبدأ فيلمنا بولد اسمه أندي وبيلعب بالألعاب بتاعته، وبيكون سعيد جدا بلعبة وودي وبيلعب معاها أكتر من كل الألعاب التانية، لحد ما بتنادي عليه مامته علشان يساعدها في تجهيزات حفلة عيد ميلاده. بمجرد ما بيخرج أندي من الأوضة بنلاقي إن لعبة وودي بتتحرك وبيكون عايش، وبنتفاجأ كمان إن كل الألعاب اللي في الأوضة بتتحرك، وإن هما بيبينوا لأندي إن هما مجرد ألعاب مش أكتر. بيتكلم وودي مع كل الألعاب وبيعرفهم إن أهل أندي هينقلوا لبيت تاني، وبيحذرهم إن هما لازم يهتموا ببعض علشان محدش يضيع منهم. بيقول لهم وودي كمان إن النهاردة عيد ميلاد أندي وبيكون كل الألعاب متضايقة، وده لأن أندي هيجيله ألعاب جديدة في عيد ميلاده وهيلعب بيها وينسى ألعابه القديمة. بتبص الألعاب كلها من الشباك وبيشوفوا أصحاب أندي وهم جايبين الهدايا، فبيلاقوا أكتر لأن أكيد هيكون فيها ألعاب جديدة. بيأمر وودي العساكر إن هم يروحوا يشوفوا الألعاب الجديدة دي عبارة عن إيه بالظبط، وفعلا بيروحوا وبيكلموه على اللاسلكي وبيقولوا إن كل الهدايا مفيش فيها أي ألعاب جديدة، وبتفرح كل الألعاب في الأوضة بالخبر ده. ولكن فجأة بتخرج الأم هديتها من العلبة، وما بيقدرش العساكر إن هم يبلغوا أندي بهدية الأم، وده لأن الديناصور بيكون كسر جهاز اللاسلكي. بيرجع كل الألعاب لمكانها بعد كده لما بيسمعوا صوت أندي طالع من على السلم هو وأصحابه، وبنشوف أندي بيرمي لعبة وودي من على السرير وبيحط مكانها اللعبة الجديدة واللي جابتها له مامته في عيد ميلاده، واللي بتكون عبارة عن لعبة رائد فضاء. بنشوف تصرفات بعد كده اللعبة الجديدة كأنها تصرفات رائد فضاء فعلا، وبيتكلم مع الوكالة الفضائية اللي تابع ليهم وبيقول لهم إنه مش قادر يكمل المهمة الرسمية بتاعته، وده لأن المركبة بتاعته اتعطلت وإنه دلوقتي موجود في كوكب مجهول. بيظهر له وودي فجأة وبيقول له إن هو مش في كوكب مجهول ولا حاجة، وإن دي هي أوضة أندي، ولكن بيخاف منه رائد الفضاء وبيحاول إن هو يقتله بأشعة الليزر. بيطمن بعد كده لودي يعني وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو اسمه باز يطير، وان هو في مهمه رسميه لانقاذ المجره. بتقرب منه كل الالعاب وبترحب بيه وبتكون معجبه بكميه الزراير اللي موجوده فيه، وبيتريقوا على وودي لانه ما عندوش الزراير دي كلها. بيتكلم وودي مع باز يطير وبيقول له ان اندي هيفضل يحبه هو وهيفضل لعبته المفضله، ولكن باز بيتضايق وبيقول له انا مش مجرد لعبه ولا حاجه، انا رائد فضاء قد الدنيا، وبيوريله الجناحات اللي عنده وبيتحداه وودي انه يقدر يطير فعلا. وبنشوف باز وهو بيتزحلق يعني وبيتعلق في اللعبة اللي في السقف، وبيرجع تاني لمكانه وبيضحك وودي وبيقوله ان ده مش طيران ابدا. بتكون كل الالعاب معجبة بباز جدا، وبيقول وودي لنفسه ان اندي بيحبه هو ومش هيلعب بلعبة باز ابدا. بتمر الايام بعد كده وبنشوف اندي وهو بيهتم بلعبة باز اكتر من اي لعبة تانية، وبيعلق صوره في كل مكان وما بيلعبش بودي ابدا، وبيبدا وودي الصغير ده ان هو يغير من باز اكتر بسبب اهتمام اندي بيه. وفي يوم بيتخانق وودي مع باز وبيقول له ان هو كان السبب في ان اندي طنشه وما يهتمش بيه، وبيخلق الخوذه من على وش باز اللي بيكون فاكر ان الهواء ملوث وان هو هيموت، ولكن بيكتشف ان هو ما حصلوش اي حاجه. بتسمع الالعاب صوت غريب من الشباك وبيبصوا بيلاقوا ابن الجيران واللي اسمه سيد او سيد يعني بس المشيها سيد، وهو بيعذب الالعاب بتاعته وبيكسرها. بنشوف بعدها أندي بيلعب مع الألعاب بتاعته، وبتدخل مامته وبتقول له يجهز لأن هم هيتغدوا بره البيت وإن هو هياخد معاه لعبة واحدة بس. طبعا بيسمع وودي الكلام ده وبيقرر إن هو يتخلص من باز علشان يروح هو مع أندي، وفعلا بيوقع باز بره البيت. بيرجع أندي للأوضة وبيدور على باز ولكن مش بيلاقيه، وبياخد معاه وودي وهو يعني مجبر على كده، وبيخرجوا وبنكتشف إن باز لسه عايش، وبيلحق إن هو يركب في العربية قبل ما تتحرك. بيوصلوا بعد كده لمحطة البنزين وبينزلوا من العربية، وهنا بيروح باز لوودي اللي بيفرح جدا لما بيشوفه لأنه لسه عايش، وبيعتذر له جدا عن اللي عمله، ولكن باز بيكون متضايق جدا وبيهاجمه وبيخرجوا بره العربية. فجأة بيرجع أندي ومامته للعربية وبيمشوا وبيسيبوا باز وودي في الشارع. بيصرخ وودي وبيتضايق لأنه مش هيقدر يرجع للبيت تاني لوحده، وبتوصل عربية كبيرة كده لمحطة البنزين وبيستخبوا تحتها علشان محدش يشوفهم. بيزعق وودي لباز وبيقول له ان هو السبب في اللي بيحصل لهم لانه هو اللي زقه بره العربيه، ولكن بيتعصب عليه باز وبيقول له ان هو جاي في مهمه علشان ينقذ المجره من شخص شرير ومعاه سلاح خطير ممكن يدمر بيه المجره كلها. بيتعصب وودي وبيقول له ان هو مجرد لعبه اطفال يعني بيلعبوا بيها،
ولكن باز ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. بيشوف وودي عربية رايحة لنفس محل البيتزا اللي فيه أندي ومامته كانت معاه، وبيرجع لباز وبيقوله إن هو لقى عربية هتوديهم لوكالة الفضاء، وبيصدقوا باز وبيرجع معاه وبيركبوا العربية وبيوصلوا لمحل البيتزا. طبعا بينبهر باز اللي بيكون معتقد إن هو فعلا في وكالة فضاء، وبيقول له وودي إن دي مجرد صالة ألعاب بلايستيشن، ولكن باز ما بيكونش مصدقه. وبنشوف باز وهو بيركب في الصاروخ اللعبة، بيركب مع وودي وبيحاول يقنعه إن هم يسيبوا اللعبة قبل ما يجي أي حد يصطادهم بالخطاف، ولكن باز مش بيسمع كلامه. وفعلا بيوصل الطفل الشرير سيد وبيصطادهم بالخطاف وبيحطهم في شنطته وبيروح لبيته اللي جنب بيت أندي. بيرجع أندي للبيت وبيكون زعلان طبعا لأنه مش لاقي ولا وودي ولا باز، وبتحاول مامته إنها تهديه وبتقوله إن هو هيلاقيهم تاني يوم لما يدور عليهم كويس في العربية. وتاني يوم فعلا بيحاول أندي وباز إن هم يهربوا من بيت سيد، ولكنهم بيلاقوا كلب كبير جدا وبيرجعوا للأوضة بسرعة. بيشوف باز إعلان في التلفزيون للألعاب اللي زيه، وبيعرف طبعا من الإعلان إن هو مجرد لعبة أطفال، وإن هو مش بيقدر يطير زي ما كان فاهم، وإن في ألعاب كتير قوي زيه. وهنا بيفتكر كل الكلام اللي قاله وودي وبيزعل جدا، وبيحاول يثبت لنفسه إن هو بيقدر يطير، وفعلا بيحاول إن هو يطير، ولكن بيقع على الأرض وبنشوف دراعه وهو مكسور، وبتشوفه أخت سيد وبتلعب بيه مع الألعاب بتاعتها. بيخرج وودي من المكان اللي كان مستخبي فيه وبيحاول يدور على باز وبيشوفه مع أخت سيد. بيستنى وودي لما تخرج أخت سيد وبياخد باز وبيرجعوا لأوضة سيد، وبيفتح شباك الأوضة وبينادي على الألعاب اللي في أوضة أندي، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوه. بيرملهم وودي بعد كده حبل علشان يقدر يرجع لهم، ولكن لعبة البطاطس بتوقفهم وبتقول لهم إن وودي قتل باز وإن هو لو رجع هيأذيهم كلهم. بيحاول وودي يفهمهم إن باز معاه أصلاً وإن هو لسه عايش، ولما بيطلب من باز إن هو يظهر لهم ما بيردش عليه لأنه بيكون متضايق وفقد للأمل. وبتفهم الألعاب إن وودي بيكذب عليهم وبيرموا الحبل وبيقفلوا الشباك. بنتفاجئ بعد كده إن كل الألعاب في أوضة سيد بتحاول إنها تهاجم باز، وبيحاول وودي ان هو يساعده، ولكنهم بياخدوا منه دراع باز المكسور وبيصلحوه. وهنا بيفهم وودي ان هما مش العاب شريره زي ما كان فاهم. وبعد كده بتهرب كل الالعاب وبتخاف لما بتسمع صوت سيد طالع للاوضه، وبيستخبى وودي هو كمان وبيحاول ان هو ياخد معاه باز، ولكنه بيرفض وبيكون مستسلم. بيظهر بعد كده سيد اللي بيكون معاه صاروخ حفلات، وبيدور على وودي علشان يربطه في الصاروخ، ولكنه مش بيلاقيه وبيلاقي باز قدامه، فبيربطه في الصاروخ وبيقرر ان هو يضرب الصاروخ، ولكن بيكون الجو مطر جدا فبيقرر ان هو يأجل الاحتفال لتاني يوم. بيستغل وودي الفترة دي طبعا وبيحاول ان هو يخرج من السلة علشان ينقذ باز، ولكنه مش بيقدر، وبيطلب من باز ان هو يساعده علشان يقدروا ان هم يخرجوا، ولكن باز بيكون حزين جدا وبيقول له ان هو مجرد لعبة وما بيقدرش ان هو يساعد اي حد. وساعتها بيقول له أندي إن هو يكون لعبة بتسعد الأطفال أحسن بكتير من إن هو يكون رائد فضاء، وكمان بيقول له إن لازم يخرجوا من المكان ده ويروحوا لأندي لأنه بيحبه جدا. بيفكر باز في كلام وودي وفعلا بيزق السلة وبيقدر إن هو يخرجه من السلة. بيقوم سيد من النوم وبياخد الصاروخ مع باز وبيقرر إن هو يضرب الصاروخ. بيحاول وودي إن هو يخرج من الأوضة علشان يحاول إن هو ينقذ باز، ولكنه بيلاقي الكلب على باب الأوضة فبيرجع مرة تانية وبينادي على الألعاب كلها وبيطلب منهم إن هم يساعدوه عشان ينقذ باز. بنروح لأندي بعد كده اللي بيكون جمع كل الألعاب بتاعته في صندوق، وبنعرف إن هو خلاص هيسيب البيت في اليوم ده وهيروحوا لبيتهم الجديد. بنشوف وودي بيحط خطة مع كل الألعاب علشان يقدر إن هو ينقذ باز. بيقدر لعبة البطة إنها تضرب الجرس، وكمان تخرج لعبة الضفدعة بره البيت وبيجري الكلب وراها، وفعلا بيخرج برا البيت. وساعتها بيقدر وودي وباقي الألعاب إن هم يخرجوا برا البيت. بيجري وودي على باز علشان ينقذه، ولكن بيشوفه سيد وبيحطه على الشواية عشان يولع بيه، ولكن وودي بيتكلم معاه وبيناديله باسمه. وفي الوقت ده بتتحرك كل الألعاب وبتبدأ إنها تزنق سيد اللي بيخاف جدا من شكلهم. بيتكلم معاه وودي وبيحذره إن هو ما يدمرش الألعاب بعد كده أبدا، وبيجري سيد من الجنينة وبيسيبهم. بيروح وودي لباز وبيفكوا من الصاروخ وبيجروا بسرعة علشان يلحقوا أندي، ولكن ما بيلحقوش العربية بتاعته وبيقدروا إن هما يوصلوا للعربية اللي فيها العفش بتاعهم. بيشوفهم الكلب وبيجري وراهم وبيمسك في رجل وودي، ولكن باز بينط من العربية وبيهجم على الكلب، وبيفتح بعدها وودي صندوق الألعاب وبيشغل العربية الريموت وبيبعتها لباز علشان ينقذ باز. وفعلا بتوصل العربية لباز وبيركبها وبيقدروا إن هما يهربوا من الكلب. بتكون الألعاب لسه مش فاهمة هو إيه اللي بيحصل بالظبط، وبيشيلوا وودي وبيرموه من العربية هو كمان،
بيركب وودي مع باز العربية اللعبة وبيجروا ورا عربية العفش، ولما بتشوفهم الألعاب مع بعض بيعرفوا إن وودي ما كانش بيكذب عليهم وإن باز لسه عايش ما ماتش. ولكن فجأة بتفصل العربية اللعبة الشحن بتاعها، وبيحاول وودي إن هو يولع الصاروخ بعود الكبريت اللي حطهوله سيد، ولكنه بينطفي على طول ومش بيولع الصاروخ. وبيزعل وودي طبعا إن هو مش هيقدر يروح مع أندي البيت الجديد، ولكن فجأة بيجيله فكرة إن هو يستخدم الخوذة بتاع باز، وبيقدر فعلا إن هو يشغل الصاروخ اللي بيحركهم بسرعة كبيرة جدا، وفعلا بيوصلوا للعربية. ولكن فجأة بينفجر الصاروخ وبيستخدم باز جناحاته، وبيقول له وودي إنه مبسوط جدا لأن باز بيقدر يطير، وفعلا بيرجعوا لعربية أندي اللي بيكون مبسوط جدا لما بيشوفهم مرة تانية. وبعد كده بقى بسنة بنشوف كل الألعاب مبسوطين بعيد ميلاد أندي الجديد، وبيكونوا متحمسين جدا للعبة الجديدة اللي هيقابلوها السنة الجاية. ولحد ما ده يحصل نتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير مع اصحابكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد مننا، وسلام.